طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة حول آخر المستجدات على الساحة العراقية. وفي البداية نوجه عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727 على مدار القمر نايل سات، لذا يرجى من متابعينا ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. اللي صار البارحة مساء يوم الجمعة في بغداد بأن قوة من استخبارات وزارة الداخلية اعتقلت القيادي بميليشيا العصائب حسام الزرجاوي وعددا من مساعديه بتهمة إطلاق صواريخ على المنطقة الخضراء خلال عملية نفذتها شرقي العاصمة بغداد. طبعا بحسب مسؤول بارز فضل عدم الكشف عن هويته في وزارة الداخلية، قال بأن حسام تم اقتياده إلى مركز أمني خاص للتحقيق بعد توفر معلومات عن تورطه بالهجمات الصاروخية اللي استهدفت المنطقة الخضراء مع عناصر آخرين من ميليشيا العصائب، إحدى أبرز الميليشيات المرتبطة بإيران بزعامة قيس الخزعلي. أضاف بأن القوات العراقية أعلنت التأهب والانتشار بسبب انتشار واسع لعناصر الميليشيا في جانب الرصافة من بغداد مع أسلحة متوسطة وخفيفة، خاصة في مناطق شارع فلسطين ومدينة الصدر شرقي بغداد، على خلفية الاعتقال الذي طال القيادي بالميليشيا، ومثل ما شفنا بالمقاطع اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا وحدات من جهاز مكافحة الإرهاب وانتشرت في مناطق عدة من العاصمة بغداد مع عربات هامفي وهمر ووحدات من الجيش، وقام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجراء جولة برفقة قيادات عسكرية وأخرى من قوات جهاز مكافحة الإرهاب في مناطق عدة من جانب الرصافة وسط إجراءات أمنية مشددة. الكاظمي غرد على تويتر وقال بأن أمن العراق هو أمانة في أعناقنا ولن نخضع لمغامرات أو اجتهادات. أضاف عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين عن على القانون. تابع طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية أخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر. طبعا مصادر مقربة من ميليشيات الحشد الشعبي قالت بأن اعتقال القيادي بميليشيا العصائب جاء بعلم مسبق من قيادات الحشد بعد ثبوت تورط عناصر منها في عمليات إطلاق الصواريخ وضمن مساعي حكومة الكاظمي وقوى سياسية لاحتواء أي خطوات تصعيدية في أمريكية في الأيام المقبلة. طبعا في السياق قال القيادي بميليشيا العصائب جواد الطليباوي محذرا في خطاب له الحكومة بأن أي محاولة ثانية للإساءة للحشد وفصائل المقاومة هي محاولة أمريكية قطعا كما قال، وستبوء بالفشل كما فشلت المحاولة الأولى، في إشارة إلى اعتقال 14 عنصر من ميليشيا كتائب حزب الله في بلدة البعيثة جنوب بغداد نهاية يونيو حزيران الماضي والتي انتهت بإطلاق سراحهم. أضاف الطليباوي سنغلب صوت العقل والحكمة ما دام ذلك ممكنا وإلا فنحن لها كما قال. في وقت سابق الجمعة كشفت مصادر سياسية في بغداد عن مغادرة قسم من موظفي السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء إلى مدينة أربيل ضمن إقليم كردستان العراق، وأكدت بأن الإجراء مرتبط بحالة التوتر الحالية وعدم ثقة واشنطن بإمكانية حكومة الكاظمي منع اعتداءات صاروخية جديدة على السفارة، فيما نفت السفارة الأمريكية في بغداد إخلاء مقرها، وأشارت إلى أن السفير تولر ماثيو لا يزال في العاصمة بغداد وعمله متواصل. طبعا حمل مسؤولون أمريكيون في وقت سابق إيران مسؤولية الهجوم الذي تعرضت له المنطقة الخضراء والتي تضم مبنى السفارة الأمريكية وبعثات غربية مختلفة فضلا عن مقري الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية مساء الأحد الماضي بصواريخ كاتيوشا، رغم إعلان عدة ميليشيات مرتبطة بإيران عدم مسؤوليتها عن الهجوم. وثيقة مسربة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب كشفت عن اتفاق على تسليم القيادي في ميليشيا العصاب حسام الزريجاوي إلى أمن ميليشيا الحشد مقابل انسحاب عناصر العصاب من قاطع مديرية الاستخبارات. نشوف بالله الوثيقة وإحنا نتكلم، نشوفها على الشاشة. طبعا وزارة الداخلية نفت تسليم
الإزريجاوي إلى أمن الميليشيا الحشد، وقالت بأن الوثيقة اللي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بخصوص تسليم أحد المتهمين بقصف السفارة الأمريكية مزورة كما قالت. مصادر أمنية كانت قد أفادت بانتشار مسلحي ميليشيا العصائب، ومثل ما شفنا في المقاطع وسط أنباء عن نية العصائب مهاجمة مبنى وكالة الاستخبارات والتحقيقات بمنطقة الكرادة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على اعتقال أحد عناصرها. زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي قال بأن ما حصل من اعتقال أحد أفراد الحشد بتهمة كيدية جرت معالجته بالعقل والحكمة. طبعا هاي المرة الثانية اللي تضطر فيها حكومة الكاظم إلى التراجع أمام تهديدات الميليشيات بعد أن رضخت في حزيران الماضي لتهديد ميليشيا حزب الله وسلمتها مجموعة من عناصر اعتقلتهم قوات مكافحة الإرهاب بعد أن عثرت بحوزتهم على صواريخ كاتيوشا في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد. هو التساؤل، هم دائما يتكلمون بأنه الحشد تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة وبأن القائد العام للقوات المسلحة يشرف على هذه الهيئة، هيئة الحشد كما يسمونها. إذا كل ما يعني يتم اعتقال شخص من عندهم ويصير هذه الفوضى في العاصمة بغداد وهذا التهديد والتخوين لرئيس الوزراء، ماذا بقي له من القائد العام للقوات المسلحة؟ ولو افترضنا جدلا بأنه تم اعتقال عنصر من وزارة الدفاع في الجيش أو في صنوف الداخلية، هم راح تطلع وزارة الدفاع بصنوفها في الوزارة ويطلعون وشالين سلاحهم ويهددون رئيس الوزراء ويقولوا له تعال لو طلعة لو نهجم عليكم لو بالداخلية كذلك؟ يعني هاي الفوضى اللي تصير بين الحين والآخر وترضخ الحكومة لأنه اعتقل الشخص يفترض بأنه هو عنصر تابع تحت أمرتها يأتمر بأمرتها. طبعا هذا على الورق، أما على الواقع فهم ما يأتمر بأمرة رئيس الوزراء. هذا كلام الكل يعرفه بالعراق وخارج العراق. فهل يعقل أنه كل ما صير حادثة ينزلون الجماعة ويقول لك نطالب، يطلع لك مرة الخزعلي وغيره من القيادات يتكلمون بحصر السلاح بيد الدولة؟ هاي إذا كل ما صارت شغلة ويطلعون الجماعة ويهددون كما يقولون أمن وسيادة البلاد، شو بقى من سيادة البلاد؟ شو بقى من أمن البلاد؟ لو تطلعون صاحبنا لو نهجم على الاستخبارات، لو تطلعون القيادة اللي عندنا لو نضربكم، لو نسويها فوضى، وين الدولة؟ وين الصنوف الدولة؟ وين جهاز مكافحة الإرهاب؟ وين الجيش؟ وين الشرطة؟ وين الداخلية؟ مو لهالدرجة، يعني مو لهالدرجة انه والله يعتقلون واحد ويزعل قيس الخزعلي وينزل جماعته بالشارع، يعتقلون واحد من حزب الله وحزب الله ينزل جماعته بالشوارع ويقول لك والله احنا تابعين الى القائد العام للقوات المسلحة. كلام فاضي لا ليس له اي صحة على الارض. طبعا الجماعة طلعوا علانية وهددوا مصطفى الكاظمي واتهموه بانه خائن وبانه يتعامل مع الامريكان، وبثوا مقاطع فيديوية على منصات التواصل الاجتماعي. خلونا نشوف بعض منها على الشاشة ونرجع لكم. نحن عصابة أهل الحق، سلاحنا الذي قاتلنا به المحتل لا زال فعالا على عملاي أمريكا، والمساس بأي مجاهد يعني المساس بنا. نقول لسماحة الأمين قيس الخزعلي نحن رهن الإشارة، هد بينا يا قيس رجالك، هد بينا يا قيس رجالك، هد بينا يا قيس رجالك، هد بينا. نحن أبناء المقاومة الإسلامية أصائب أهل الحق رهن الإشارة وعلى أهبة الاستعداد، نحذر ونشد الكاظمي وشراذمته، إن لم تنهوا عن هذا العمل القذر فسوف ينزل عليكم عقاب الله بيد المجاهدين، وقد أعذر من أنذر، هد بينا يا قيس. السيادة، يتكلمون الجماعة على السيادة وعلى حصر السلاح بيد الدولة وعلى أنه يجب إعادة الثقة لدى المواطن ولدى الأجهزة الأمنية. ومثل ما نشوف هذه الحالات مع الأسف تتكرر، إن كان قصف المنطقة الخضراء أو عمليات الاغتيال أو كل ما يعتقلون واحد بالحشد تصير هذه المساومات بقوة السلاح، وترضخ إلها الحكومة، ترضخ إلها الحكومة
ويقول لك يجب إعادة هيبة الدولة. إذا أنتوا على جماعتكم اللي أنتوا تقولون بحسب القانون هم تابعين إلى رئيس الوزراء وإلى القائد العام للقوات المسلحة ما قادرين عليهم، شلون تقدرون تفرضون هيبة الدولة على عموم ومناطق العراق؟ معنا اتصال محمود من الموصل، تفضل محمود. محمود اسمعني من التلفون، الله يخليك، وعوف التلفزيون نصيل الأخير. اسمعني من التلفون أخي العزيز، تفضل. محمود تسمعني؟ قطع اتصال مع محمود من الموصل، وأرجع وكرر أرجو من الأخوة والأخوات المتصلين على البرنامج يسمعنا مباشرة من التلفون، ما يحتاج يسمع صوته، إذا أريد يسمع صوته يقدر يسمع بإعادة البرنامج أو يشوف الحلقة على اليوتيوب. معنا أبو حسن من بغداد. أبو حسن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني إذا مثلا وزارة الدفاع أحالت أحد عناصرها للتحقيق أو وزارة الداخلية، هم ينزلون الجماعة ويهددون أمن البلاد لو تهدون لو سويها فوضى مثل ما شفنا اللي صار البارحة في بغداد؟ أفهمك أخوي عمر، اللي يقول لك عندنا دولة هذا كاذب. نعم، هذول يضحكون على الشعب، يعني كلهم يعني بالليل يقعدون سوا ويسولفون سوا، كل إعلام يعني بيقول يقول لك أني أدافع عن البلد أو أحافظ على قيمة الدولة أو هيبتها، هذا كله كذب بيضحكون علينا. بس يعني ما عنده عقل يصدق بيهم، يعني هم بيناتهم متفقين على كل شيء وتأمرهم أمريكا بما يريدون. يعني كل واحد يقول لك عدين يعني عندنا دولة أو تحافظ على البلد، وين كانوا قبل؟ هذا صار من الاحتلال ولحد الآن، شنو سووه؟ بس المؤامرات والطائفية والقتل والإرهاب وضحك على الناس وما لهم قيمة الناس عندهم، يعني مستحيل. يعني هسه لذا هذا يهدد وهذا مسوي له ميليشيا وهذا مسوي له جيش وهذا مسوي له عصابة تقتال وتقتل وتسوي أشياء يعني متى قبل أصلا؟ فهم دول كلهم يضحكون على الشعب، بس الحاجة السامع اللي ما عنده عقل يصدق بيهم. يعني شنو هالعدن إذا هو يتمر بأمر القائد، قائد رئيس الوزراء، شنو يبي يهددوا؟ تعال اعمل بشغل اللي يريدها، انت لما منتخبك الشعب، هاي الحكي مالتهم. زين انت وين لك قيمه؟ انت اصلا انت ما حد انتخبك، لا انتخاب شعبي ولا محترم، هم انتخبوك الشله مالتهم الجايه من ايران وامريكا وبريطانيا واسرائيل وفرنسا، هاي الدول اللي جابت الوباء على العراق، هم هذول وباء. يعني شنو معناته؟ يعني كل واحد يعني شو رئيس وزراء كم واحد اقتيل، المتظاهرين قتله واللي تعوقه واللي يعني انتهوا. زي انت مدافعت عن ذولة ما سويت شيء، بالخيم بالبرد ما سويت شيء، البيوت تهدمت ما سويت شيء، شنو رئيس وزراء؟ انا يعني تقول انا رئيس وزراء او انا عندي قرار؟ ما عنده قرار، هذا مو ابن العراق ولا يمشي بالعراق ولا الى احد بالعراق. هذول كلهم مجرمين، قتلة ارهابيين، ما لهم صله بالعراق اصلا ولا ينتمون للعراق. هسه اقول لي اي رئيس وزراء ما راح الايران منهم وراح يستجد العطف والرحبه وال يعني انصياع الاوامر ايران. يا رئيس وزراء ما راح الايران وقام يتوسل بيهم، هم هذول كلهم عبيد نساء ايران. نعم، هذول كلهم يعني ما عندهم رجوله اخي، ما يعرفون يقودون دوله. نعم، يعني سووا هم الجو لحد الان، سووا بنوا لهم مدرسه، بنوا لهم مستشفى. نعم زراعه، يعني هم والامريكان، ترى هم والامريكان خط واحد. نعم، وايران. انا يعني اشكرك ابو حسن من بغداد الزراعية. كان معنا من بغداد. معنا ابو مهند من بغداد، تفضل ابو مهند. الله يسعدك عمي، اهلا وسهلا بك. يا اهلا بك. الله يسعدك يا حبيب الغالي. الله يسلمك. أول شيء تحية للعراق العظيم. نعم، تحية للعراق العظيم. اسمعني من التلفون أخي أبو مهند، نص التلفزيون. الله يخليك، تفضل. نعم، الله يسعدك عمي. يا هلا بيك، حياك الله.
ألف تحية لكل عراقي شريف وكل متظاهر شريف. نعم. يعني البارحة ايه على البارحة اللي يدخلون المسلحين او احنا المتظاهرين لما نطلع لا سلاح ويكتلوننا وهاي ليش مثل ليش هي هاي حكومة؟ ها؟ زين هم ابو مهند هم الميليشيات اللي بالحشد هم مو يأتمرون بأمرة القائد العام للقوات المسلحة اللي هو رئيس الوزراء اللي هو مصطفى الكاظمي؟ ماكو قائد عام. نعم. ماكو قائد عام. ماكو كلها دولة عبارة عن ميليشيات وأحزاب وفاسدين. فاسدين وأحزاب وخوانة كلها تابعة الأمريكا والإيران. ماكو. نعم. يعني احنا لما نطلع مظاهرات نعم. احنا لما نطلع مظاهرات يقتلونا ولا شايلين سلاح بس شايلين العلم العراقي يقتلونا. نعم. والبارحة يطلعون مسلحين واسلحة لعد وين الدولة وين الجيش وين الشرطة؟ نعم. لعدوان إذن ماكو دولة ماكو دولة إذن إيران موجودة بالعراق هذا خلاص. نعم. صوت الحق مرفوض والباطل مسموح عندهم والله ينتقم من كل الأحزاب الفاسدة الله ينتقم من عندهم. أنا أشكرك أخي أبو مهند من بغداد كان معنا. أبو محمود من الموصل أو محمود من الموصل يعاود الاتصال. تفضل أخي محمود. أخي هذول هتين هذول حفر بشي هذول حقيقة التومي هذه الحكومة هذه على جانا نوبل رئيس الوزراء الكاظمي هذا جحدي لوص هذا شنو هذا صارت الفوضى بشارع بغداد هاي سادت الفوضى بغداد هذا الواحد من عند الغيرة شرب وشارع يخلي رأس الحرس الثوري يطببوا هنا على بغداد وهو ما يندل به ما يندل طجمنا المنقوب هذا أي رئيس وزراء هذا تقول يا الخطر الله هذا يصح رئيس وزراء خلي يسمعني شلون حرس الثوري يجي يطب هنا انت أوامر احنا جابنا احنا نسلح تحت ايران تحت ايران هامت ونتبدل العلم هامت ونتصعب المتقعدين 300,000 معتقل بس كنا 300,000 وبراس نور المالكي اللي القتال بالموصل وراح عدم البس بيكر ويقول لون الدواعش هو كان هو رئيس الدواعش هذا رأس الحرب هذا العامري ونويله هذا ولا شي يعرفون احنا لو عارف خلصني استعجل مصطفى الكاظمي يسمعني اول احدى هو رئيسك وكان من قاعد بدل العلم اثنين طلع المعتقلين ثلاثه اشبع الشعب اربعه نزل هذولا عجايق السومي جايين ملممينهم من طوار سيران من الدول من الروس جابوهم قحوهم علينا هي تحت عليهم وجوه نشالة هذولا المفروض يتحكمون هذولا يريدهم الساعة الثلاثة نور المالكي والعبادي وهذا العامري ورئيس الحزب الدعوة هو اللي يدمر العراق نور المالكي رأس الحربة رأس الحرب النور المالكي جايتني مع رأس حكمت لك وقال 40 حكومة عندنا استعمل العراق 40 حكومة هذه وين صايرة الجعد العبون الجعد الوصون ذولة والله مليانة هم يسلمونا سلاح تبدأ نقوم ونسوى نتوكل على الله وليش مظاهرات ما يسوون بالموصل ليش انت كل ما خلنا نسوي مظاهرات ليش الرماد ما خلنا نسوي مظاهرات ديالة يعني هي شفرنا بلعبوا حسنة جابوهم اول واحد هنا الطب اول ما طبت الدواعش الموصل اول واحد طب من قرايب نور المالكي هو كان يقود المعركه بالموصل وسلمها نور المالكي ثلاث محافظات اربع محافظات بساعه وقصر ليش ما يقدمون محكمه هذا رئيس الارهاب البارح يجي طب هاي فيلق القدس من زرباطيه يدخل على بغداد يجتمع بالقاده ويطلع اي حكومه هذه اللي وجوها الروس هذولا يا أستاذي نعم شيء قبار العين قاعد نشوفه شيء تحت عليهم وشلون وجوههم
وجوه وجوه كفره مجرمين يعني ترى ربع بس قاعدين على الكراسي مخلين الحلبوسي قاعد على الكرسي يبا ايه عملت رجلي وخان ما يشوف الضرب هذا ما يشوف الموت ما يشوف الضخام البارحه تسوى دمهم ودم الخلفهم لو نقول اللي جلق الصيد وقطع يده ويانا وتتحرم هذه قادم عقرهم هذه حكومه هذه ايش حكومه هي ضخام البارحه طفيله القدس من هنا يستمع بالقاده بالميليشيات الايرانيه وما يقول تعال انت شو مفوتك علي انت انت خلك خصم العراق مال ابوك هو ما يفوق طيجه بايران بس 80 ما يحكي نعم اخي محمود انت اللي ما انت لهم اليوم اربع سنين وين هذول مجرمين حرب هذول جو التدمير السن ويمشون هذول كفره نور المالك قتال هنا بر مصر عندهم دول البسميكر وزحبات الدواعش يجيب الايرانيين يخدمهم قاضي نعم بعد ولا وصلوا لاجا نعم اخي محمود انا اشكرك محمود من الموصل كان معنا ابو محمد من بغداد تفضل ابو محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وسهلا بك يعني أنا الحكي مو بس على الكاظمي يعني نعم. أخي ذولا هم الضباط اللي وياه شنو خرنقعية طراطير نعم. شنو ذولا شادين الرجب وأركان هيئة أركان وهالمواقف تفتر ببغداد كل واحد 50-60 سيارة جدا ما تستحي ما تعطى احنا باللهجة العامية بالعراقية نقول ما تعطى انت شنو وجودك انت وزير الداخلية شيت رسكان الجيش رتبتك بريق اول ركن شنو انت قردور شنو خرنقعين انتو شنو ضباطش من خرجتوا انتو ما تعرف واحنا سالحكي يقول لك احكي انا مو بس الكاظمي انت جيش عندك جيش كامل يعني معقولة ما تقدر تواجهون هذولا وسط لهالدرجة يعني علش هالنفخة ولا على شنو هالميزات ولا فلوس لكم على شنو الاعتباطي؟ هذا مو عدو داخلي هذا؟ مو جريمة داخلي اكو؟ شنو توجودكم شنو؟ والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله. أبو محمد من بغداد كان معنا. طبعا هو تحدث أبو محمد وتساءل أين الضباط أين القيادات الأمنية. يعني هي مشكلة من مشاكل العراق الأساسية من العام 2003 ولغاية الآن موضوع المحاصصة. يعني اليوم مثلا يجي قائد فرقة أو قائد عمليات يعني إذا مو مرشح من حزب ما يصير بهذا الموقع. يعني هو بهذه الحالة يتلقى الأوامر من اثنين، من القيادة الأعلى من عنده ومن الحزب اللي عينه. فإذا كانت القيادة الأوامر اللي جت من القيادة كان من رئيس الوزراء ولا جيش ولا داخلية تتعارض مع ما يريده الحزب ما راح يتحرك. فالموضوع أنه إحنا ما عندنا قيادات حقيقية، هذه حقيقة. يعني إحنا مو دنخون بكل الناس لا، لكن هذا الواقع. يعني اليوم لو الكاظمي يطلع في بيان ويأمر قطاعات مالته إن كانت عسكرية ولا داخلية في حالة كانت يعني مهنية حقيقية متابعة إلى الميليشيا الفلانية والحزب الفلاني وإلى آخره، ويقول لهم ألقوا القبض على ذول اللي نزلوا بالشارع واللي صوروا بسلاحهم وحيلوهم للتحقيق بحسب القانون. يصير لو ما يصير يصير، بس إحنا ما عندنا مهنية لا في قيادات الجيش ولا في قيادات الشرطة ولا في قيادات الداخلية. هذه المشكلة. المشكلة هذا الفلاني تابع على الميليشيا الفلانية يعين هذا المنصب إلي، الحزب الفلاني يقول لك هذا المنصب إلي، يطلع لك ميليشيا أخرى تقول لك هذا المنصب إلي. إحنا ما عندنا مثل ما يقولون المتصلين، وهذا الواقع الحال. لا توجد دولة حقيقية مهنية تأتمر بأوامر القائد العام أو عندها ردة فعل عما يحدث. إحنا نشوف الناس تتكتل يم السيطرات يم السيطرات، أبو السيطرة ما يتحرك، أبو السيطرة قاعد واقف، الناس اللي جاية يعطلهم، لو دي يخابر بالتليفون، لو يسأل أنت منين جاي وين رايح، هاي الشغلة. أما الشغلة من الصير يم الميليشيات ويم الأحزاب ما حد يقدر يفك حلقة. إحنا نشوف ضابط مرور خطيه يريد ينظم المرور يجي موكب يقول له انت شلون قطعت الطريق عليه، ويلزموه دكتل وبسط والكاميرات تصور.
زين احد فد يوم شفنا مثلا رئيس الوزراء او مسؤول او وزير دفاع او داخليه لزم حمايه هذا الموكب وحاسبه وحالهم للتحقيق ما يقدرون. يعني احنا ما عندنا دوله حقيقيه، هذه المشكله. اكو اتصال محمد من بغداد، تفضل محمد. محمد اسمعني من التليفون مباشره ونص التلفزيون للاخير. الله يخليك، تفضل عيني. انا اسمعك، وينك؟ نعم تفضل عيني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. لونك اخوي. يا هلا بيك، حياك الله يا اخوي. والله قلوبنا فرقت من هذا مثلك مو حكومه. نعم تسمعني؟ نعم. شنو هاي؟ شنو هاي؟ هاي يا حكومه يا كعبه يا دنيا، عم ملينا عمي. نعم. شنو ينزل بالشارع ويهدد الحكومه وينزل لي رئيس الوزراء يتمشى؟ يعني هاي مو مقارنه هاي. نعم. يعني قبل ثلاث ايام ينزلون على واحد بالشارع ويقتلونه ويملقونه دونكيات، اقول له الجيش، يقول لي مو واجبي هذا، عوفه مطلع قبر. هاي مهزله هاي. عم نريد امان، نريد حكومه، نريد قانون، نريد سياده. نعم. يعني اذا تجيك بمنطقه اذا طقت طلقه يجون اربع ارهاب وجيبه وودي ويهجمون الديره هجم وتفتيش. وهسه هاي الحكومه جاي المنطقه الخضراء تنضرب، الحكومه تنضرب، الشعب ينضرب، والله خارجين عن القانون. نعم. زين هاي الجهه جاي تطلع هسه، هاي مو عندها ممثلين بالبرلمان؟ حسن سالم مو ممثلهم بالبرلمان، وذاك الاخ النائب يعني مو جاي مثلهم بالبرلمان؟ نعم. شلون هو يهدد بالشارع وشلون وهذا ابو البرلمان قاعد لي بالحكومه؟ مصيبة والله يا أخي محمد، مصيبة. الله يصلحهم، إحنا ما أدري. نعم. أنا أشكرك محمد من بغداد كان معنا. أبو فاطمة من صلاح الدين، تفضل أبو فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أستاذ عمر شلونك؟ عيني. يا أهلا بك، حياك الله. الله يحييني باك يا ربي. أستاذ عمر، يعني حتى أنا عندنا مثل العرب، البيت اللي يحكمه اثنين نعم حس به هو سقط ما يكفي. نعم. هي السفينة من تكثر ملاليتش تغرق. اي نعم. حتى العراق كم واحد حاكمه؟ نعم يا كلها يعني صار زعامات وكلها تجار روس وكلها قادة، وما شاء الله شم أكثر القادات بالعراق. استاذ عمر، عندك عمر العراقي مو حكي بساحة التحرير. نعم. صراح العفو. نعم. مو حكي بساحة التحرير وقال احنا ما نخلي مصطفى الكاظمي. ايش قد طول المرحوم من كتلوذا الكلاب؟ ايش قد طول؟ طول 10 ايام؟ طول 15 يوم؟ وهو طلع بساحة التحرير يطالب بحقه. نعم. يطالب بحقه لا اكثر. وكتلوه. انا اذا احكي يقتلوني. قنن بلا راعي. نعم. عراق ما بي واحد يحكمه، كل من جاي على راتبه وعلى ذبحه تعطيني فوت، ما تعطيني تنذبح. هسه هذا مصطفى الكاظم يطول هسه بل سنتين، قول سنتين، قول سنة ونص هو من قعد على الكرسي. مو نعم. السوى شوارع، قبل يوم أنا جي من بغداد من الحسوة، من هذا جيت من الحسوة، شوارع ما لا تفكر بيهم صنف نازحين بعدهم. هذا جرف الصخر بها إذني، إذا ما توافق إيران، إذا رجع جرف الصخر، يعني بعد ما أحكي بين اثنين خلاص جرف الصخر ألا توافق عليه إيران. نعم. هاي نازحين إحنا بسليمانية، يلا خلي جي رجعني، يلا ليش بس يعطيني فلوس بيت، يلا أروح أقعد بالشارع تقبلها أنت، يقبلها هو، يحط جهالة بالشارع وزوجته. نعم. ما يصير يعني يقعد هسه سوى اريد بس شي نتيجه، سوى جسر، سوى معباره، بالله التبليط. نعم. على شنو انت قاعد انت؟ نعم.
أستاذ أنا شكرك وبارك الله بيك. أنا أشكرك أبو فاطمة من صلاح الدين كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، ونستكمل معكم ما جرى يوم أمس من نزول ميليشيا العصائف في شوارع بغداد وتهديدها لرئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي وللقوات الحكومية بعد اعتقال وزارة الداخلية لأحد عناصرها. طبعا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قال بأن الحكومة مستعدة لمواجهة حاسمة كما قال، وهذا أمر يعني نشك به الناس الشك به، ووصفهم بالخارجين عن القانون. أشار الكاظمي كما أشرنا في بداية الحلقة في تغريدة له على تويتر إلى أن حكومته لن تخضع لمغامرات أو اجتهادات وحمل الخارجين عن القانون. أطلع على التلفزيون وألقي بيان ونزل قواتك واعتقلهم، يعني وصفهم بمسؤولية اهتزاز ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة. حسب تعبيره يأتي ذلك بعد أيام من هجوم بنحو 21 صاروخ على هو الأعنف من نوعه منذ العام 2010 استهدف السفارة الأمريكية في بغداد، وتستخدم أجهزة الأمن الحكومية عادة عبارة الخارجين عن القانون في إشارة إلى الميليشيات المسلحة الموالية لإيران. نعم، معنا اتصال أبو محمد من الديوانية. تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك أستاذ؟ يا هلا بيك، حياك الله، هلا وعيني. والله أنا أستاذ أطالب هالعصابة هاي بابني، ابني انفقد. شو وقت انفقد أبو محمد؟ انفقد بالموصل. والله بالموصل، يعني كان أثناء العمليات. أيوة. أثناء العمليات العسكرية؟ لا، كان سجين بالسجن مال بادوش وراح بالغار هذا. نعم. صار لك كم سنة ما تعرف عنه أي شيء؟ صار لي والله 4 سنوات. أيابا، الله يعينك. 6 سنوات صار لي. نعم. إيه، المالك نقل من الحلة للبادوش لغادي وانفقد. فهاي الفترة أنا أسميها. نعم. أسميها الفترة المظلمة على العراق هاي. إيه. احنا تدي مسوقين طعاماتنا، صارنا 6 أشهر ما مستلمين فلوسين. 6 أشهر صارنا من الخامس لحد هسه. ويماهلون بينا وما شلون، ووضعنا المادي تعبان حيل. الله يعينكم. زين ابو محمد، على موضوع ابنك يعني. ايه. هو كان محكوم وسجن بسجن بادوش، ومن دخلوا داعش. نعم. للموصل
وراها ما تعرف عنه شيء. نعم. اي والله انفقد. زين الحاسبة، جيش، شرطة، وزارة عدل، ماكو يا اخذوا اسماءنا ويا المفقود ابنه وشي ماله. زين الله المالك، المالك يتحمل مسؤوليته. الله يعينك. زين اي والله العظيم. زين وظلوا اطفاله تعبانين وحالته تعبانه حالتهم. زين الله يعينكم، والله يفرج يفرج عن ابنكم وعن جميع العراقيين. الفترة على العراق فترة مظلمة، الفترة المظلمة أنا أسميها. زين نعم. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الوضع بجهود الناس الطيبة بجهود هذا يتحول، ما يبغى شيء. زين نعم. الله كريم. الله كريم. الله كريم. أنا أشكرك أبو محمد والله يفرج عنك. معنا اتصال أبو عمر من بغداد، تفضل أبو عمر. تحياتي. حياك الله أستاذ عمر المحترم. يا هلا بيك، أهلا وسهلا بك. حياك الله أبو عمر. والجميع مشاهدين. أنت من سكان نعم. أهالي بغداد وشفت وسمعت باللي صار نعم. البارحة، وهذه مو أول مرة ويبدو نعم. مو آخر مرة، رأيك؟ أكيد أكيد أستاذ عمر. بالنسبة حكومة سلطة الأحزاب وحكومة الكاظمي ما تختلف عن حكومات السابقة اللي حكمت العراقيين العبادي وغيره وغيره والمالكي وكل هاي الحكومات. هذه الحكومات رئيس الوزراء اللي تنصب سلطة زهب اللي هو ما يقدر ينفذ أي حكم على هاي الأحزاب اللي موجودة عندنا بالعراق. هو مجرد شخص يحكم يدير الامور اللي يعنيه هو بس، لكن الامور البلد اللي بلد منهار، البلد اللي جاي يعني يطيح يوم بعد يوم بيروح الأسوأ، اللي ما يقدروا يشوفوا له صوره حل نهائيا. يعني مثل ضربات الصواريخ اللي جاي تنطلق بالمنطقه الخضراء او يعني عصوه من كان الزرجاوي او غيره وغيره. نعم. يعني من يخبو الشخص ويطلعه يعني دلالة على ضعف هاي الحكومة وعدم قدرتها يعني كفاءتها للشعب وسلطتها اللي هي جاي تحكم بالعراقيين. هذه حكومة تعتبر فاشلة. يعني من سلطة الأحزاب هي قادرة على يعني حكومة الحكومة ما يسمى الحكومة العراقية. فشنو دوره؟ شنو دوره يعني خزي وعار يعني العراقيين؟ إيش حكومة يعني مستضعفة بقوتها بجيشها يطلعون كم واحد يعني هو رئيس وزراء وتلقى الشرطة والاتحادية والجيش العراقي مكافحة الإرهاب كافة فصائل حكومة. نعم. يعني ما تقدر تقضي على هاي سلطة الأحزاب كم واحد من عندهم وتحيرهم إلى قضايا وإلى قوانين. ما هو ما تقدر تسوي هذه. إذا رئيس الوزراء هو من 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 هذه الميليشيات ومن هذه الأحزاب، يعني هو اجى عن طريقهم منهم وبيهم. استاذ صحيح، هو يعني حكومه كاذبه احنا نقدر نقولها. هو اجى من عندهم وبيهم. نعم. فاحنا الشعب العراقي استاذ يعني عرفنا هاي الحكومه من اكاذيبها. يعني على سبيل المثال مثل الصير بعض المناطق يعني عندنا في بغداد في الطارمية ونهالينا من الصير فد عبوة ناسفة أو الصير فد يعني هجوم مسلح على نقطة تلقى القوات المشتركة وجميع فصائلها وحتى أحزاب يعني يسوون صولة على هاي المنطقة واعتقال أهالي المنطقة الساكنين بها. نعم. يعني اعتقلوهم بدون مذكرة قضائية. طيب انتو هاي المنصات اللي جاي تنضرب واللي جاي هم قاعدين على المواطن العراقي بس. أنا أشكرك أبو عمر من بغداد. يعني كان معنا أبو مصطفى من السويد، تفضل أبو مصطفى. أبو مصطفى تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحية أخي لك. يا أهلا بك. أهلا بك. تفضل. نعم أسمعك أبو مصطفى. والله أخ عمر. نعم. من احتلال بغداد وحد يومنا هذا ما عندنا دولة، ماكو. نعم. دولة اليوم هي الميليشيات هي تحكم البلد. هي اللي مسيطرة على البلد، هي اللي تقتل، هي اللي تذبح، هي اللي تهجر. فأنا وقت من يحكي واحد يقول وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، أتحدى هذا عناد هسه وزير الدفاع حشاك التوحش الثاني يقول
القيس الخزعلي لك، أتحدى إذا يقدر يقول لك، وكذلك وزير الداخلية هم أتحدى إذا يقدر يقول للمقتدى أو القيس الخزعلي لك، مستحيل. أخ عمر هذول حتى رجعوا الضباط، هم منهم رجعوا الضباط، هم كلهم ناس موظفين ما يقدر يحتوي أي ميليشيات، قاعدين مستفادين دايبوهم فلوس وبنى وطلعوا فلوسهم برا العمان والإمارات واللي عنده برا مصر، فهذول ما يخدمون البلد، يعني مو ما عندهم شيء مثل وطنية يخدم بلد، ما عنده خدمة بلد، عنده يقول لك أبوه، وإذا ضربت الميليشيات نزلوا البارحة الميليشيات بالبلد، وين الداخلية؟ وين الدفاع؟ وين الأمن الوطني؟ وين المخابرات؟ زين غير اكو مثلا تعالوا انتم من زين هذول المتظاهرين طلعوا برا شايل العلم راسه يجي قتلوهم، زين هذول ليش ما قتلتوهم؟ هنا اكو شغله عمر، يعني اكو شغله اذا شوف انت الوضع اليوم الميليشيات، فالميليشيات اليوم انا حسب اعتقادي انه هذول هاي حكومه ما حد يطلعها الا الامريكان، هم اللي جابوهم هم اللي طلعوهم، انا وصلت الى قناعه انه ما حد يقدر يطلع هاي الحكومه لان بينهم ميليشيات قويه وايران بظهرهم، فما حد يقدر يطلعهم الا الامريكان، مثل ما جابوهم هم يطلعوهم، وان شاء الله الايام القادمه ان شاء الله اكو خير، نتمنى ان شاء الله يصير خير بقوه الله. وانا اشكرك اخ عمر، ما تقول علي، انا اشكرك ابو مصطفى من السويد كان معنا، ابو حيدر من الموصل، تفضل ابو حيدر. ابو حيدر تسمعني؟ نعم تفضل عين ابو حيدر، تفضل. استاذ عمر احنا من الموصل عندنا محتغلين، نعم بس نصلي التلفزيون فدوه نصلي التلفزيون للاخير حتى افتهم عليك، نصي للاخير عيني، نص التلفزيون للاخير واسمع وتكلم من التلفون مباشره. اسمع تفضل استاذ عمر، احنا عندنا من الموصل عندنا محتغلين كثيره والله. نعم استاذ عمر. نعم الو اسمعك عيني ابو حيدر، تفضل. والله عندنا محتغلين كثير احنا من المواصل، امورنا ترى تعبانه، لا مفكرين لا بشي ولا شيء، مفكرين بولدنا من النزوح قضوهم والى حد هذا الساعه ما نعرف عنهم كل شيء. نعم ما نعرف عنهم كل شيء، بس انا اقول لك قاعد يستفزونا بفلوس ومال وهذه نتيجه شو النتيجه؟ والله العظيم احنا دنيانا صار تشرع علينا والله العظيم، من 2017 من الشهر الرابع إلى حد هذا الساعة ما نعرفهم، ميتين طيبين ما نعرفهم والله، والأمر إلى الله والواحد الله، نريد من قناة الرافدين زين من تراجعون عيني أبو حيدر، من تراجعون شو يردون عليكم؟ الحكومة العراقية ما بيها خير. نعم من تراجعون الشرطة الحكومة العراقية ما بيها خير، أنا أقول لك منظمات دولية الخاطر الله وخاطر محمد، والله تعبنا، ماكو بيت بالموصل إذا ما عنده محتغلين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مصيبة والله، ماكو بيت بالموصل ما عندهم، والحمد لله كل وحدة صغر والله، احنا نفكر افراديين نريدها من عندكم، نريدها من شواربكم، منظمات دولية ماكو غير المنظمات الدولية تأثر على الحكومة، حكومتنا عميلة لإيران، حكومتنا عميلة لإيران، الله على ما قلوه. نعم والله نحن لو يطلع بيدهم هذا الهوى ألا يطلعونه عنه، احنا مأيسين من الحكومه ما فيها خير نهائيا، اريد منظمات دوليه، اريد انتم قناه الرافدين تمسكون منظمات دوليه، هذا المسجناء وينهم؟ وين ودوهم؟ ودوهم على ايران، ماتوا وسلموا جثثهم لهذو، طيب ينقلوا يابا في هالمكان، ليش يعني ماكو مصيبه والله مصيبه. نعم. من العقرب قضوهم وخذوهم الى حد الان من الشهر 2017 بشهر الرابع الى هذا الساعه ما نعرف عنهم كل شيء. بس بخلق احنا هلينتم بخلق نعم بخلق يعني ما والله العظيم يعني ما عاد نعرف شو نسوي والله مصيبه اذا مش شواربكم والله الله منظمات دوليه نعم. ماكو غير منظمات دوليه تاثر على هذا الحكومه، هاي الحكومه اللي اقبالك وبدالك ما امالي يعني والسلام عليكم وعليكم ورحمة السلام ورحمة الله، الله يعينك أبو حيدر والله يفرج عن جميع الأبرياء. معنا اتصال أبو صالح من صلاح الدين، تفضل أبو صالح. شلونك أستاذ عمر؟ أهلا وسهلا بك، يا هلا بك. شلونك أخبارك؟ يا هلا بك، الله يسلمك، تفضل. أنا أيد الأخ اللي قال أتحدى وزير الدفاع ووزير الداخلية، أيده بهالحكي. أيده أنا أيده بهالحكي صحيح. نعم.
اي والحج وزير الدفاع مو رايح زاير المقبره مال القتله مال الايرانيين قارين من الفاتحه. نعم راح لايران. فانا ايد الاخ هذا وعلى راسه خليه. سلم راسك. انا اشكرك ابو صالح من صلاح الدين كان معنا. طبعا ائتلاف النصر اللي زعم حيدر العبادي رئيس وزراء الأسبق قال بأن هناك مخاوف على مستقبل الدولة بعد ما جرى ليلة أمس في العاصمة بغداد. وأوضح عضو الائتلاف عقيل الأرداني بأن الدولة مبتلعة من قبل الأحزاب وما يحدث كل مرة يدل على ذلك. أضاف الأرداني بأن ما جرى في بغداد ليلة أمس سيتكرر قبيل الانتخابات المبكرة إذا لم يستقم الحكم ويتغلب منطق الدولة على المنطق الحزبي. وين هو أنتوا اللازمين صار لكم 17 داخلين على 18 وواحد بس يسقط بالثاني بالتصريحات. هو أنتوا كلكم ميليشيات وأحزاب وتغلبون مصلحة الحزب والميليشيا وأبدا ما في بالكم مصلحة المواطن أو العراق. طبعا هم أريد موضوع يرتبط بموضوع السيادة وهيبة الدولة وهاي السوالف مالتهم اللي نسمعها من عندهم. تدرون 275 قرية بدهوك حزب العمال الكردستاني البككة المعارض إلى النظام التركي هجرهم. 275 قرية مهجرة من أهلها بدهوك ويحكوا لك بالسيادة. زين وين حكومة إقليم كردستان؟ وين الحكومة المركزية؟ بس إذا تعرف السبب راح تعرف ليش. لأن الجماعة متفقين مع الحشد الشعبي جماعة البكك الحزب العمال الكردستاني حتى يضربون هذه المناطق وحتى يستخدموها ورقة ضد أو مساومة مع الحكومة المركزية وضد حكومة إقليم كردستان. بس مو لهالدرجة أنه يصل الضعف إن كان في حكومة الإقليم ولا حكومة بغداد بأنه حزب معارض جاي من خارج الحدود يطرد 275 أهالي لقرى 275 قرية يتم إخلاءها من سكانها في دهوك ويسيطر على سنجار ومناطق أخرى في العراق. والجماعة يحكوا لك على السيادة ويحكوا لك على الدولة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.